هذا شوفي شوفي لاحظي انت ما حدش مات ها. شوف. العدد 47 العدد 47 لانه شوفي شوفي العدد 47 لانه في حدا شوفي شوفي اول واحد في الروم كله في الروم كله يا وحش يا وحش كيف بس هذاك صاحبه وين راح وينهم هم السكواد الثاني شوفيهم وين انت شوفي كيف ضامنين شوفي 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 شو عملوا فيه شفتي شو عملوا يا الله كيف بفنشوا بغل وكلين عم حمد شوفي انت جاكور شوفي هلا اساليه ليش هيك يا جاكور بقول لك البيت انتقلت على بيت جديد لسه مو متعود على البيت ما عم بعرف العب شوفي شوفي هلا بيبك بيبك يا احمد بيبك عايشني انا قرروا يبشوا على واحد شوفي كيف بشين شوفي سبعه شملهم اربعه فايت اربعه اربعه شوفي فايتوا مع سبعه في البيك شوفي نفس الخطوه ما هم بيمشوا مش زي سكواد جاكور سكواد جاكور الله كاتب عليهم الشتات وصلنا لأعلى المستويات اطراد اسمك للمامات اطراد اسمك للمامات فاتحنا ثلاث قنوات امشينا في طريقنا عندهم ناس عند الحريبز الجاكورز ايوه اذهب البيك عندهم ناس جاكور اول واحد حيموت بالروم كالعاده شوفي شوفي لاحظي انت ما حدش مات ها العدد 47 العدد 47 لانه شوفي شوفي العدد 47 لانه في حدا ما دخل الروم ها اول واحد مات في الروم هو جاكور شوفي شوفي اول واحد في الروم كله في الروم كله محمد احمد طاح بتنافس على هذا الموضوع جاكور يا ويلي عم التفنيش يا ويلي هذا بيش فيه ايش فيه محمد طاح جاكور رجع نزل كفو جاكور والله كفو جاكور يو جاكور جاب كيل كفو لا كثير هيك والله هو مش عارف يعني بس قضاء وقدر قدره اي قدره قدره طعنوه بالخنجر علي بدي العب ضد الحريف افخو بال والله يا حبيبي مش فاهم عليك حرام معاك تروغان يا ليدر تروغان معاك وبلعت هلا الحريف بيقول له لو انا معاي تروغان كان حرقت برمودا راح يموت محمد هجموا عليه احمد راح يضل بالقلب عشان يشيلهم يا وحش هي يا وحش كفو فنش ايوه تفنيش عمر يطال وحدين فنش ابو بس هذاك صاحبه وين راح وينهم هم السكواد الثاني شوفيهم وين انت شوفي كيف ضامنين جداوي قاعد بالقلب عشان هيك هذاك محمد بفايت بقلب قوي اي بشوا عليها في واحد يسارك يهبل واحد يسارك اثنين عنده هم نفس ثلاثة ثلاثة صاروا ثلاثة اوه شوفي 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 شو عملوا فيه شفتي شو عملوا يا الله كيف بفنشوا بغل اقسم اقسم بالله العظيم لو انه لو كان ما عملوا فيه هيك ايوه سكواد رقم سبعة خنزير وعايشين كلهم ها رغم كل المعاناة وكل جابوا ستة كل عليهم كلين على جاكور وكلين على محمد شوفي انت جاكور شوفي هلا اساليه ليش هيك يا جاكور بقول لك البيت انتقلت على بيت جديد لسه مو متعود على البيت ما عم بعرف العب الحجج الجاكورية ايوه رجع نظرية المؤامرة تلاقي محمد قاعد بيصرخ هسه ماذا قال جاكور نغنغ عندما طعنه بالنغنغ شوف ليدر عند الفاكتوري فاصل احمد ما بيبك بيبك احمد بيبك سكواد رقم اربعة شافه والله شاف جاكور لا شاف ليدر هي طيحه راح فيها ليدر بلا هلا احمد شوف شوف هلا بيبك بيبك يا احمد بيبك عايشني انا بيبك 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 ليدر مش موجود بيبك عايشني انا بيبك عايشهم اثنين
هلا بقول له شكيان 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 يا احمد شكيان شكرا شكرا. صحيح عمرنا ما اختبرنا الحريف نقول له يقول شكرا. سكواد 11 سكواد كامل عنده هاي سكواد 11 جلدوا احمد جلدوه خلصوا عليه. والله كلهم دعسوا عوجي بالاربعة اربعة هذول يعني. انت شوفي سكوادهم كيف سكواد متشرد. هذول كل واحد بجال وهذول الاربعة ماما. كل مرة واحد بيمسكوه اربعة بدعسوا عوجهم. انت لو تشوفي كيف مات الحريف عن جد بغل بغل جلدوه بغل. سبعة وستة فايتوا كأنه سبعة وستة سبعة وستة في البيكم فايتين. سكواد عنده عشرة. هي ستة. سكواد كم؟ عشرة. شوف سبعة وستة فايتين فايت بعيد بس. هذول الأربعة كاملين على الدروب اقسم بالله. سكواد بني صفر بنيون استلم واحد قرروا يبشوا على الاربعة. شوفي شوفي طايرين وراء. لا هذا بكفر لهم هذا الجاكوار تبعهم. ايوه طيحوا. شوفي انت الاربعة بني قرروا يبشوا على واحد. شوفي كيف باشين. شوفي سبعة يا ويلي. سكواد جاكوار بل عليه ده عندهم مو سكواد جاكوار نفض ضدك منهم انسى. طيحوا اثنين هم واحش ويلي على الوان طب راح فيها كفو بس تفنش الكيل. سونيا راح سونيا والجاكوار واحمد كفو طيحوا هاد. سكواد ستة هدول اللي كانوا بيموتوا يا اخي. سبعة كانوا بيجلدوا جلدوا سكواد تقريبا. بس مين السكواد اللي جلدوهم؟ مش ستة ستة عايشين كلهم. سكواد ثمانية. معقول؟ ثمانية هذا كانوا بالفاكتوري. لا ثمانية بالفاكتوري كانوا. ثمانية ماتوا بالفاكتوري. واحد منهم بس. سكواد ثمانية واحد منهم كان بالكلوك بس. شو حكيت اسمر؟ كان في فايت عند سكواد سبعة ورا الثلج. ايوه في فايت بعده. سكواد سبعة هذول بالبيك. سكواد الجاكوار صار له كاتب عليهم الشتات. مين ظل من الجاكوار اشوف؟ كلهم عايشين كلهم بس مشتتين. الله يلم شملهم. ليش؟ اربعة فايت اربعة اربعة. شوفي فايتوا مع سبعة في البيك. شوفي هذول سكواد بني عن جد. ها يبي معركة هون. معركة بالبيك. كل واحد وايمو هان. تروجن تروجن تروجن. كل واحد وايمو. شوفوا هذاك معاه دروجن طيحوا سنايبر. شفتي؟ والله شوفوا شوفوا هذاك معاه ابره معاه ابره معاه ابره. انا شو بقول لك سكواد رقم أربعة مسحوه عن جد عسوا على وجهه. نفس الخطوة مهم بيمشوا مش زي سكواد جاكوار. سكواد جاكوار الله كاتب عليهم الشتات. سكواد ستة متفايت. سكواد ثلاث أول سكواد يطير. ستة عنده فايت راح منهم اثنين. عم بشوف اي صحة صحة يعني. شكرا. هذول سكواد 11 مشتبكين مع جاكوار وحبيب.
طيحوا منهم. ضل جاكور. جاكور معه دبل سنايبر. ها ضل بس جاكور بالمكان. هذولك سكواد كامل. هيهم سكواد 11. ضل الكوفر تبعهم افضل كوفر في العالم. كفو طيح واحد. كفو والله طيح الثاني. قاعد يدور عليهم. سكواد اربعة. سكواد رقم اربعة عايشوا بعض. لا بس في واحد فنش. سكواد عنده 10 كل. كفو. سكواد مين؟ هم نفسهم اللي طيحوا. سكواد رقم اربعة. يطيحوا جاكور والله. كفو. بياض جايب 3 كيل والله راح يبهدلهم. هلا بقولهم مناوب. صحتين علي حبيبي. 4 كيل يا علي صار. هلا ده بيخسروا هذا الروم بيضل عليهم ليوم السبت. نعمل يوم السبت بكره ليوم الجمعه الجاي. حبيب زيرو كيل. لا انتوا مناوب. يابا يا احمد يابا يا مبين من رجعتوا على الزون. هلا الحريف بينزل بيموت من المظلة يعني مش عارف ليش الفايدة. سكواد اربعة رجعوا عيشوا حالهم. رجعوا كاملين بس لوتهم زفت. هذا حيصطادوا جاكور. لا ولا ما ببين على جاكور. شوف عيش الحريف. ليش عيش الحريف؟ تلاقيه ساعة بيبك بيبك بيبك. بس والله كفو. هذول سكواد أربعة حالي مش طبيعيين. سكواد أربعة قحافين طبيعيين. 13 كل عندهم. هذول اسم السكواد الذي أرعبوا الجاكورز. سكواد الذي يخشاهم الجاكورز. هذيك المرة سكواد هيك بطولة جابوا تقريبا شي 40 كيل ولا 45 كيل. والله بيلعبوا مع بعض لأنه مش زي هذا الحريف. بيك بيك بيبك بيبك. ايوه بيبك بيبك. سكواد خمسة صارت كيلاتهم 17 كيل كمان. معهم 17 كيل. اكتر من سكواد اربعة. هاي فايتوا مع خمسة هم ولا مع مين؟ ولا مع الجاكورز؟ مع الجاكورز حريف بلا؟ لا الجاكور بالبيت. لا مش بالجاكور. مع الجاكورز. الجاكورز ما كلهم جاكورز. هلا الجاكور خمسة كيل وكلهم والله ليوم عليهم ليوم الدين. اشتبكوا مع السكواد هذاك ابو الكلات. اسمع هلا تلاقي محمد بيقول له بيبك تعال ساعدني. بيبك بيبك. جاكور بضرب عليهم من الشباك. جاكور بضرب بالسنايبر. ما صابوا. كواد اربعة طيروا طاروا كلهم. معهم عشرين كل في كواد خمسة عالي. جاكور الله يرحمه كشفوا مكانه. كسروا الدنيا هذول. جاكور على الشباك. هي هناك صواريخ. شوف هذا وين مكمبر. شوف
جاكور لحاله يا حرام. هذا لو يضرب شوي يساعدوا بعض. ليش تضرب يا جاكور؟ جاكور قالك بستغل الفرصة بالفايت. كفوه شقوه بس والله عطاه الدهر. كفو والله. باقي الأخير هذا هشام، شو بدك تعمل يا هشام يعني؟ يعني حرام يا علي والله روح على البي ابو علي. والله شفت يا جاكور، شفت والله انهم مناوب اقسم بالله. انا لو مكانك علمهم اللعب اقسم بالله العظيم. هذول مناوب يا رجل، مناوب يعني ليش بدهم ينزلوا؟ ليش